اهلا بحضراتكم من جديد ورجعنا لكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر. لعيبه كتيره جدا جدا في وقت التجديد بتاع التعاقد بتلاقي فيه ازمات، بتلاقي فيه مماطله، بتلاقي فيه غيابات. لعيبه محترفين بتبقى بتحط شروط جزائيه، بيجي لها عقود احتراف، فبتبدا تتمرد، تتمرد على النادي، تبدا مش تلعب، تبدا تحط اشتراطات. سواء محترفين او لعيبه محليين بيجي لك نموذج في التوقيت ده اسمه أليو ديانج. أليو ديانج يجي له عقد احتراف خارجي ويجي له مبلغ مالي كبير. النادي الأهلي بيشوف إن المبلغ ده مش مناسب لا للنادي الأهلي ولا لإمكانيات اللاعب. اللاعب حرفيا وقع الدكة مباراة، بينزل المباراة اللي بعدها حرفيا بياكل النجيلة، حرفيا بيكتسح أرض الملعب ما شاء الله عليه. يعني عمل مباراة غير طبيعية، الكل أشاد بيه، لا لوى بوزه ولا خد جنب ولا قال شرط جزائي ولا قال تعويض. طب ده عادي. الغير عادي بقى كمان ان هو بيساهم في انتشار اسم النادي الاهلي لاجيال صاعده، حتى لو قلنا ان النادي الاهلي طبعا يعني مكتسح افريقيا وشعبيه النادي الاهلي تكسو افريقيا، ولكن في النهايه ده الكريدت ده بيروح للاعب مش بيروح لفكره النادي الاهلي، لان كل افريقيا عارفه مين هو النادي الاهلي. ديانج سافر عمل دوره بين فريقين، وفي النهائي فريق لبس التيشيرت الاساسي وفريق فارس لبس التيشيرت الاحتياطي. انا ديانج بالنسبه لي حاله، يعني اسامه ديانج هو الاقرب الى قلبي في فريق النادي الاهلي، وبشوف ان ديانج لاعب من اللعيبه اه طبعا النادي الاهلي كان حظه كتير جدا من اللعيبه المحترفين بتوعه. وادي الكاس اهو الاحتياطي كاسب بتاع النادي الاهلي، واضح ان هو اللي خد الكاس. وديانج هنا ديانج بيفكر في ايه؟ انا معاك جدا. هو هنا ديانج عايز يقول قد ايه هو في فريق كبير، قد ايه المكانه اللي هو شاعر بيها وهو في النادي الاكبر داخل القاره، وهو عايز يشوف الناس دي لابسه التيشيرت بتاعه، لا تيشيرت فريق اجنبي ولا تيشيرت براند عالمي، لا هو النادي الاهلي في عينه هو الفريق العالمي وهو الفريق في الفريق الاقوى. دي حاله غريبه بالنسبه لي، لان ديانج هو لاعب بيدي دروس كل يوم، وجوده في النادي الاهلي بيدي فيه دروس، مش بس فكره المشاركه وان هو كده، لا ده وقت المفاوضات. وكنا بنشوف كتير جدا شغل الوكلاء وانك تعلي او ان هو يساهم عشان حتى يرفع عقده داخل النادي الاهلي. من المؤكد ودي معلومات ان ده ما حصلش من ديانج. ديانج كان سبورت للنادي الاهلي، واللي خلى النادي الاهلي ياخد موقفه ده بقوه ويحس ان اللاعب مش هيكون فيه اي مشاكل، هو ان اللاعب كلامه لاداره التسويق او المسؤولين داخل النادي الاهلي ان النادي الاهلي يشوف فيه مصلحته قبل مصلحته هو كلاعب، هو معاه. إذا ارتأى النادي الاهلي ان مصلحته في بقائه فهو باقي، إذا مصلحته في رحيله فهو يرحل. وزي ما قلنا تعامله النفسي مع المباريات ووجوده، هو لاعب انا بشوفه داخل القاره هو الافضل في مركزه بلا اي مقارنه، انا بشوفه رقم واحد بلا اي مقارنه. فان هو يبقى عنده من الثبات النفسي ده والتلقائيه والعفويه دي، فديانج حاله فريده داخل النادي الاهلي يستاهل حب ومشاعر جمهور النادي الاهلي والبسطاء في مالي شبه جمهور النادي الاهلي اللي فعلا بيقدر اللقطات دي وبيحطها في مكانه تانية خالص. هو يمكن كمان اللي بيدي القيمه المضافه للي بيعمله ديانج هو اللي احنا شفناه من بعض اللاعبين ممن كانوا يعني يطلق عليهم اسم ابن النادي، فبالتالي ديانج بيدي القيمه المضافه، لان انا بشوف ان اللاعب المحترف لازم يقوم بالدور ده، وبالتالي ديانج على درب المحترفين على نهج أنيسبو جلبان، على نهج جيلبرتو، على نهج فلافيو. نتمنى التوفيق لأليو ديانج مع النادي الأهلي ومزيد من الإنجازات مع النادي الأهلي.